يعطيكم العافية بقناة اي بلاج. اليوم نعرض لكم بطاريات دوراسيل ريتشارجبل هاي سبيد. طبعا هذول البطاريات يعني بالعربي بطارية قابلة للشحن، وطبعا تشحنها 45 دقيقة تعطيك 4 ساعات. طبعا راح نختبر الموضوع هذا ونقول لكم فيها 4 بطاريات، بطاريتين يكونوا منهم شو اسمه تريبل اي يعني، وبطاريتين تكون دبل اي. طبعا هذا الجهاز الشاحن اللي تشحن فيه البطاريات من هني تحطه بالبلاك عادي بالكهرباء، تحطه بالطوفه باي مكان تشحن البطاريات الاربعه مع بعض. انا جايب لكم هذا لان اول شيء البطاريات صارت وايد غاليه، وثاني شيء ان البطاريات هذه تستخدمها بشغلات وايد يعني مثلا للماوس، عندك الكيبورد، عندك يده الاكس بوكس، هذا اشوف ان اهم شيء يعني فيهم. طبعا جميع انواع الريمونتات. الحين قام نقرا هني هو في 5 سنوات الجارنتي مالها، تشتغل لمده 5 سنوات فيها نفس ما وفيها دبل اي والتربل اي، وفيها 9 شو اسمه سيفتي فيتشرز يعني فيها 9 طرق حمايه. طبعا انا اعرف ان اول واحده ان البطاريه توقف الشحن بالكامل لما يكون الشحن فل، وطبعا نفتحها احنا بنشوف وياها. طبعا هني فيها ليتات على اساس انه تعرف اذا فل تبي تشحن. هني مكتوب شاحن جيمنج سريع جدا 45 دقيقة من الشحن لغاية 4 ساعات. طيب احنا خلنا نفتحها وياكم ونشوف شنو المحتوى اللي داخلها. طبعا قبل ما نفتحها عندكم الدبل اي تكون 1300 ان شاء الله يكون واضح عندكم، والبطاريتين طبعا الاصغر منهم التريبل اي تكون 750. خلينا نفتحها ونشوف شنو داخل العلبه معاكم. طبعا هي وياه المانوال اساس انه يقول لك شلون الشحن وطريقه، هذا بنقرا بعدين وبشوف شو السالفه فيه. وطبعا الجهاز هذا انا عمدا ليش اشتريت اول شيء هذا لقيته ب 4.5 دينار كويتي. البطاريات مثلا لقيتهم بس البطاريتين تقريبا 3 دنانير كويتي بروحهم الثنتين، الشاحن في على 5 وفي على 8 وفي على 12 نفس هذا بالضبط، عرفت شلون؟ طبعا نوعيات، طبعا ما قاعد انصح اقول لكم ان هذا احسن نوعيه، لا في وايد نوعيات بس خيار لكم، بس انا قاعد اشوف انه يعني 4 بطاريات لمده 5 سنوات يعني بصراحه شيء وايد رائع يعني بصراحه اشوف انه رخيص يعني. وبنجرب وياكم اساسا قبل ما انزل فيديو كامل بجرب البطاريات بشوف كم ساعه تقعد. طبعا الحين نشوف ايه في قطع بلاستيكيه ما ادري اذا واضح وياكم، اي والله يطلع وياي فيها البطاريات، فيها اتوقع انها حامي عشان ان البطاريات ما تطلع من كله شوي شوي. اي هو هذا سيفتي مسوينه سيفتي عشان بتضار البطاريات. اي هني هذول القواعد اللي تشحن فيهم البطاريات، وعلى فكره تقدر ممكن تشيل اي نوع بطاريه ثانيه وتركب عليها ويشحن ما في اشكال يعني، بس طبعا لازم يكون مثلا 1300 نفس الحجم. وهني هذولي الحين نحط على الشحن بنشوف وياكم شلون تشحن طريقة، تشوف مبين وياكم من تحت شلون شوفوا بصراحة يعني عملية. خلينا نركب البطاريات فيهم قبل ما نحطهم على الشحن. طبعا بسهولة يعني ما يبي لها اتوقع انه شيء، بس تركب عادي اوكي ممتاز يا جماعة. في شيء هني انا لاحظته الحين خطير، هذه الحين تقدر تشحن 4 بطاريات من هذول الكبار من هني، اذا تبي الصغار في فتحة ثانية، شوف اذا مبينة هني فتحة ثانية صغيرة، والله ان فكرة
روع، تحط فيها البطاريات الصغار. قلت ليش ما يركبون؟ طلع لا، تقدر اذا تبي اربع كبار او اثنين صغار، يعني اذا تلعب ببطاريتين مثلا وتشحن البطاريتين، يعني شيء هذا رائع بصراحة. طبعا الحين بنحطها على الشحن ونشوف، خليكم ويانا. الحين حطيناها بالطوفة بالشحن، بسم الله الرحمن الرحيم. اي اوكي، شفت الليتين الحين شبوا هني، او شو خضر اتوقع لما يصير اخضر فل، الحين شبوا احمر. بنهدهم نشوف ايش كثر يشحنون، شلون الطريقه، هل بيصير اخضر بلينك شغله كذي، بنشوف شو السالفه. طبعا مثل ما شايفين ده يسمونه مثل اخضر وميض، لما يعني يكبس الليت يعني انه جاهز، يعني جاهز للاستخدام، بس لما يكون اخضر كامل ما يعني بدون ما يسوي فلاش، يعني شو اسمه شحن مكتمل. يعني الحين نفس ما شايفين هذا اللي هني، هذا شحن مكتمل خلاص ما قام يشب. الثاني هذا انه اوكي جاهز للاستعمال بس للحين مو فل فل. فهذا اللي حبيت اقوله لكم، والله يعطيكم العافيه، ويا ريت اذا عجبكم الفيديو تعطونا لايك واشتراك، وهذا اللي كان عندنا اليوم.